اه افتح بنستكمل مع حضراتكم التغطية لتنفيذ رئيس مجلس الوزراء من الرحاب بعد ما غطينا السوق القديم ده واتنقلت الشرطة للسوق الشائي بمدينة الرحاب لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق كافة الكافيهات والمطاعم وطبعا باقي المستثنى من القرار هو الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز بالدليفري بتاعه. اسم شرطة التجمع الاول ومامور الاسم وكل القوة في الحقيقة نازلين بينفذوا القرار واحنا معاهم. احنا خلصنا السوق الشاي مفروض يا جماعة انه من الساعة 7 وايمن بيه طلع رئيس مباحث كمان رئيس مكتب المرافق معانا. كل الناس نازلة تنفذ القرار. احنا بنكمل معاكم. احنا المفروض يا جماعة انه من الساعة 7 مساء الى الساعة 6 صباحا ده القرار بتاع رئيس مجلس الوزراء. ده السوق الشرقي. ده سوبر ماركت ولا ايه؟ سيادة المأمور وأبي من مكتب مدير مكتب مرافق التجمع قرية جديدة. يا فندم والله قلت كده قلت ان الصيدليات لا والمخابز لا والمخابز الصيدليات والسوبر ماركت دول مستثنين من القرار. قلت كده مستثنين من القرار. قرار غلق على الكافيهات والمطاعم عدا سوبر ماركت والمخابز سوبر ماركت والمخابز والصيدليات والدليفرية بتوعهم. تمام كده؟ أشرف عماد مدير مأمور اسم شرطة التجمع الأول. هنا يمكن الناس في السوق الشاي يعرفوا إن الناس جايين فتقريبا كلهم يعني لموا الدنيا بدري. ها؟ وهم كمان مبلغين بالظبط. بالظبط كده. هنا في كافيه. هم متبلغين من الصبح بقرار رئيس مجلس الوزراء. كمان. حاضر فندم. السوق شوية أهدى من السوق القديم. ده بوشكه
ده المحل اللي فاتح ده جماعة بتاع الألبان، عشان بس الناس تقول ده محل ألبان اهو، عشان الناس اللي بتسأل محلات الألبان فاتحة ولا لا، محلات الألبان فاتحة. والله يا فندم بيعاملوهم بمعامله على اهو، احنا بقرب اهو، ادي الضابط اهو بمعامله راقيه جدا، بيطلب من الناس انها تطفي النور بكل احترام، ومفيش ارقى من كده، ما قالهمش اي حاجه زياده يعني. مخبز اهو، المحلات دي يا فندم دي سوبر ماركت فاتحه يا فندم، زي ما حضرتك كارفور سبينس دول فاتحين يا فندم. القرار قال بس المطاعم والكافيهات والمولات، ولو في سوبر ماركت داخل المول بيفضل فاتح كمان، بيبقى اللي فاتحين الماركت والصيدليات والمخابز والدليفريه بتاعتهم بيشتغل. حاضر يا فندم، حاضر، الناس اللي كاتبه من بره حاضر. السوق شقي كبير شويه ومسافاته بعيده. طب 180 محل زي ما سامعين كده، فاحنا هنعدي على المحلات يعني، ومساحته واسعه مش زي السوق القديم. محل بيوتي سنتر طبعا، الناس بتتعامل معاهم.
محلات المستثناة فقط اللي هي سوبر ماركت والصيدليات والمخابز والدليفرية بتاعتهم. شايفين كده تم التنفيذ بال ايوه فندم، مغاسل كمان تتقفل. ابي مدير اداره المرافق هو اللي بيتكلم. ايمن بيه طلعت مدير تجمع الاول. ما شفناهوش اصلا عشان كده وبكره 7 يعني 7. ايوه يا فندم، طول النهار طول النهار يا فندم المحلات. لا ما هو ما فيش تجمعات، احنا نحافظ بقى يعني احنا نحافظ. المفروض ان ده توعيه كل الناس تحافظ على نفسها، ما فيش تجمعات. لا يا فندم المطاعم دليفريه مش شغال. ايوه فندم تمام حضرتك. ايوه فندم صحيح، يوم تنبيه ده اللي احنا بنعمله، ده اللي هم بيعملوه يا فندم. هم بينبهوا على الناس كلها تمام، انه وده تنبيه عشان الناس تبدا تلتزم. هو ده اللي بيعملوه يا فندم صحيح. استاذ اسمى اتفضلي، انا تحت امرك. استاذ اسمع اسال يا فندم، انا تحت امرك. محلات الموبايلات مقفوله يا فندم. استاذ اسمع اتفضلي يا فندم، انا هرد عليك اتفضلي. كله فندم فاتح طول النهار. القرار الغلق يا جماعه من الساعة 7 مساء إلى 6 تاني يوم صباح. قرار الغلق من الساعة 7 مساء إلى تاني يوم 6 صباح. طبعا يا فندم ميكانيكي السيارات مقفول. يا فندم ده تنفيذ الأستاذة منى، أو ده تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحلات المطاعم والكافيهات والمولات من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباحا عدا المخابز والسوبر ماركت والصيدليات. أيوة فندم دليفري المطاعم مقفول. صرفوا اللي فندم.
أيوة فندم، القرار يسري أستاذة أسماء، القرار يسري على كل جمهورية مصر العربية، مش على حب بس، كل المحلات في جمهورية مصر العربية، المطاعم والكافيهات تقفل، والمولات تقفل من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباحا تاني يوم. أي فندم، القرار على البلد كلها صحيح فندم، ده قرار رئيس مجلس الوزراء. والله فندم انا مش حفرة، المفروض ان الناس كلها تحافظ على نفسها. حضرتك بتسالني اسئله تعجيزيه، يعني انا مش يعني مش هجاوب عليك في الحقيقه. المفروض ان الايجار ده يبقى ايجار من الناس نفسها، ايجار من الناس نفسها، الناس نفسها تبقى عارفه ان ده الحفاظ على صحتها. لكن حضرتك بتقولي هتعرف ازاي ده ديليفري مطعم ولا ديليفري سوبر ماركت، انا بقول لحضرتك اللي عندي وللكلام المكتوب، مش انا ما مش داخل في منظر يعني. يا فندم طبعا محلات احنا قفلنا الناس اهو، ده بيوتي سنتر اهو، عشان الناس ده بيوتي سنتر اهو قافل على نفسه، بيفتحوه وبيخلوه يمشي ويقفل الناس، يبقى محلات قافله. دي صيدلية فتحي. أي فندم الأدوات المنزلية تقفل. يا فندم لو لقيته حاضر، لو لقيت المفتاح حاضر، لو لقيته أكيد حاضر، أنا هتقطع الأمر. يا فندم كل المحافظات، ده قرار السيد رئيس مجلس الوزراء يطبق على كل جمهورية مصر العربية، ولا على حب بس ولا على التجمع بس، كل مصر. حاضر يا فندم، حاضر حاضر. أدوات الكهربية مقفولة. احنا داخلين على مطعم اهو مقفولة. النادي قافل يا فندم، النادي معظم انشطته في النوادي وقفت يا فندم.
احنا جوه مطعم اهو بيغلق مغلق. بالنسبه للناس اهو طبعا هو انا دايما 70 اهو ابي بيقول معلش بعد اذنك هبي حضرتك بالنسبه للدليفري دليفري ايمن بيه فندم انا اسف دليفري للصيدليات سوبر ماركت والمخابز بس تمام مطاعم لا مفيش اي استثناءات تمام يا فندم في المطاعم طب ابو حضرتك بس بعد اذنك اقرا كويس عشان انا قاري انا قاري القانون كويس قوي حضرتك هو اليوم السابع قرار رئيس الوزراء بيقول الدليفري في المطاعم مسموح بعد الساعه 7 لا يا فندم مطاعم يا فندم مظبوط تحت امرك ما فيش مشكله احنا بنظبط نفسنا مظبوط لا خلاص ما حنبني كان في التباس من صاحب المحل ان هو كان متخيل ان القرار يشمل لا الصيدليات فاتحه صيدليات والدليفري بتوع الصيدليات فاتحه ان هي تشتغل دليفري شكرا لحضرتك استاذ شكرا يا فندم شكرا لتفاهم المطعم قفل في الشوارع كلها في نفس الكلام لا يا فندم بيمر اهو بياكل بنفسه باشا على العند ماشي بيمر بنفسه من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباح تاني يوم فلولو 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 قانون بان محلات الاكل بيتزا بقى اقول له في الخامس طيب ولا دليفري ولا مش دليفري طيب حاضر دليفري يشتغل عادي ولا مش دليفري المخابز والسوبر ماركت والصيدليات بس لكن المطاعم لا لا كان في تضارب يا فندم بس في الخبر ماشي بس توتر مش عارف هو مش يعني هو الناس بس تحاول تظبط نفسها انا مع حضرتك من الاشراف يا فندم تمام جالنا الخبر ان احنا الاول هنشتغل بعد كده دليفري بعد كده من غير بعد كده الدليفري تمام دلوقتي احنا خلاص احنا كده على ارض الواقع خلاص مفيش دليفري خالص وتاكيد على ان الصيدليه والمخبز في حاجه ثانيه مع السوبر ماركت هو اللي بتسع ده من ضمن الاشراف الجهاز الطبي ده شغال ده شغال صيدلات فتحة ايوه صيدلات فتحة والله استاذه وفاء هو اللي بتقولي حضرتك ده هو المظبوط بس محدش عاوز يسمع الكلام الناس مش عاوزه الناس متخيله مش سهله الامور مستهينه بيها مطاعم قافله فندم احنا داخلين على بيتزا اهو بيقفلوه
معك حق استاذ عبد العزيز، معك حق. المطاعم قافله فندم، مطاعم قافله استاذ احمد. تمام لازم هنشوف القصه بتاع الليفريه بتوع المطاعم. لا والله يا فندم ما قلتش كده، والله ما قلت، انا ما قلتش دليفري المطاعم يشتغل خالص، انا ما قلتش كده. عليك ارجع الاول هتلاقي دليفري سوبر ماركت، مخابز وصيدليات، بس انا قلت كده. هذه المطعم اللي احنا كنا فيه، واللي كان صاحبه احنا فندم في السوق الثاني، السوق الاولاني اللي هو حضرتك تقصده التجاري رحناه واتقفل، ده السوق الثاني اللي هو الشرقي وده اللي بيتقفل يعني. احنا في منطقه في الفود كورت. مظبوط. لا يا فندم والله فيديوهات رشها معايا، بس اللي انا متوفر معايا فيها لا مولات الملابس. لا يا فندم هتقفل. تمام يا فندم، اشكرك يا استاذ خالد، اشكرك. تمام يا جماعه، احنا كده نقلنا لكم من السوق الشرقي، كده تم اغلاق السوق الشرقي. والنوادي يا فندم، حضرتك يا استاذ عفاف بتسال عن النوادي، المفروض النوادي تم وقف الانشطه فيها تمام. ومساء الخير على حضراتكم، ربنا يسلم الجميع ويسلم بلدنا من كل سوء وشر، ويرفع عنا الوباء والبلاء باذن الله. تصبحوا على خير.